يا من يجير المستجير إذا دعا، يا من يا له الآلاء في أكوانه جل القدير. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فكرة سهلة وبسيطة وغير مكلفة من ورق الفوم. هنعمل ديكور سهل وبسيط لزينة رمضان. انا هنا معايا فوم باللون الفضي. هجيب اي حاجة تكون تديني شكل دائرة. انا جبت الطبق ده لان حابة اعمل الهلال بتاعي بنفس الحجم او بنفس المقاس بتاع الدوران الموجود قدامكم ده. هبدأ كده بالقلم أحدد أكتر من نص دايرة، وبعدين بسحب الطبق أو الدايرة بتاعتي بنفس الشكل كده، وأحدد كمان الخط الأخير بتاعها أو الدوران التاني. بيطلع معايا شكل الهلال كده متناسق، والشكل بيبقى مظبوط تماما زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هاجي كده على الحروف بتاعت الهلال أو على الخطوط اللي أنا حددتها بالقلم، وهقص زي ما انتوا شايفين كده، اطلع شكل الهلال من الفوم. هكمل نفس الخط التاني ويطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص انا عملت الهلال الاول. الهلال التاني انا ممكن اجيب طبق مقاسه اكبر شوية واحدد نفس الهلال اللي انا عملته. بس انا هنا بصراحة عملته ازاي، حددت حوالي نص سنتي من الاطراف حوالي الهلال. حددت كده بالقلم، انا عملته بالنظر يعني، مش عايزاه بالمسطرة ولا حاجة. وهحدد كده الخط وبعدين اقصه. يعني بيكون حوالي، بنسيب بس حوالي 4 أو 5 ملي، مش كتير. المهم ان الشكل يكون واضح معايا ان هما طبقتين، والطبقة اللي تحت دي بتكون بارزة شوية او لها اطراف، بحيث انها تحدد معايا شكل الهلال اكتر، وكمان بتديله متانة. وطبعا لما بنعمل لأي شكل ظل أو لون تاني تحته بيبقى شكله بسيط وجميل جدا. أنا طلع معايا زي ما انتوا شايفين كده. أنا عندي الفوم الجليتر ده بيلزق مش محتاج شمع، والنوع ده كان لزقه قوي شوية لأن أنا جبته بصراحة أنواع كتير من الفوم، كان بيبقى فيه مشكلة كده في اللزق إن هو مش بيثبت كويس معايا، بيقعد فترة بسيطة معايا وبعدين بيفك مني. فكنت دايما بستخدم الشمع برضو مع اللزق بتاع الفوم بحيث ان انا اثبته بيه اكتر. المرة دي انا محتاجتش خالص ان اثبت بالشمع لان لزق الفوم ده كان متين شوية. هنا انا عاملة رسمة النجمة. انا طبعا عملتها معاكم في فيديوهات رمضان، تقريبا في 3 فيديوهات قبل كده وريتكم الطريقة ب3 أشكال مختلفة بحيث انها تكون سهلة كمان للأطفال يقدروا ينفذوها لوحدهم. هثبت النجمة بتاعتي على قطعة من الفوم الأسود، وهحاول كده ان انا اقص بنفس نفس الطريقة اللي انا اتبعتها في الهلال. بسيب حوالي 3 ملي تقريبا وبقص النجمة. وممكن برضو لما ترسمي النجمة على الورقة
تعملي الأول الحجم الكبير، وبعد ما تطبعيه على الفوم الأسود بنمسك نفس النجمة ونقص منها شوية، بنخليها مقاس أصغر تاني ونقصها على الفوم الفضي. أنا هنا معايا 3 أشكال غير النجمة اللي أنا عملتها، بقوا معايا 4. هاخد نجمة منهم وهديلها كمان طبقة من اللون الفضي، ثبتها بنفس الشكل أو بنفس الطريقة الأولى للنجمة، وهزود حوالي 2 ملي برضو بعد الفوم الأسود، بحيث ان يكون باين معايا انها 3 طبقات. والشكل بجد شكلها رائع، يعني انا شايفة ان الكاميرا كمان ظلمها. خلاص كده انا خلصت الشكل بتاعي، هنا عندي الاستراس الفضي ده. ده بيبقى جميل جدا، خاصة لما بندخله مع لون فضي او لون اسود بيبقى الشكل واضح قوي. لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي خيط الخيش او الدبارة او خيوط الصوف، اي خيط موجود عندك استخدميه. وممكن تستبدليه بالستان. هقص جزء من الاستراس وهثبته في طرف الهلال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهجيب النجمة اللي انا عملت لها 3 طبقات او 3 بطانات وهثبتها على الاستراتس. هقص 3 اجزاء يكونوا ب3 اطوال مختلفة، لان الهلال طبعا جاي بدوران، فلازم بحس ان النجوم ما تكونش جنب بعضها، لا انا حابة ان يكون قصير فوسط فاطول، يكونوا 3 اشكال كده جنب بعض او 3 اطوال، يدينا شكل متناسق وشكل كده يعني يريح العين. انا قصيت الاجزاء بتاعتي اللي انا هشتغل بيها، وهحاول اثبت بيها، اثبتها بالشمع واثبت عليها النجوم. فاضل بس النجمة التالتة، هثبتها وبعدين هتشوفوا النتيجة او الشكل واضح قدامكو. الفكرة اللي انا كنت عايزة اوصلها لكم بس للنجوم، ان هما لو جنب بعض كانوا هيبقوا لازقين في بعض وشكلهم مش هيبقى كويس. لا انا عملت اطوال مختلفة عشان يديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وهي دي النتيجة اللي انا كنت عايزة اوصلها. فكرتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وكمان عملت شكلين تانيين من نفس بنفس الطريقة، بس كتبت كلمة رمضان كريم، كتبتها كده على ورقة وقلبت الورقة على ظهر الفوم وطبعتها، وبعدين قصيت الفوم اداني نفس الشكل كده رمضان كريم. وحبيت الألوان دي.